فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول المصنف رحمه الله: ولا يخفاك أن هذا عذر باطل، فإن إثباتهم التوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك، هم واليهود والنصارى. كيف ذلك والنصارى يقولون ثالث ثلاثة، فكيف إنهم يقولون لا إله إلا الله؟ هم يقولون إله واحد، يقولون إله واحد، عيسى وأمه وروح القدس إله واحد، ثلاثة يصيرون إله واحد. نعم.